عبد الهادي رئيس تحرير الأهرام في حوار خاص لينا النهاردة بعد قليل هنفتحه مع حضراتكم. لكن مهم كمان ان احنا نتابع مع حضراتكم الجزء الخاص بالانتخابات الرئاسية في عدد من الأحزاب النهاردة أعلن بشكل واضح موقفه، بالإضافة إلى أحزاب أخرى كانت قد أعلنت موقفها على مدى الفترة الماضية. هحاول أستعرض مع حضراتكم الآن الأحزاب التي أعلنت تأييدها للمشير عبد الفتاح السيسي والأحزاب التي أعلنت تأييدها للسيد حمدين صباحي. على الشاشة زي ما حضراتكم شايفين الأحزاب اللي أعلنت دعمها للمشير عبد الفتاح السيسي: حزب المؤتمر، حزب الوفد، حزب التجمع أعلن أيضا تأييده للمشير عبد الفتاح السيسي، الحزب العربي الناصري. ربما يكون الحزب العربي الناصري هي المفاجأة الكبرى لحمدين صباحي، لأن حمدين بتوجهاته الناصرية ربما كان يحسب حسابات أخرى، لكن على أي حال مواقف حتى أبناء الرئيس جمال عبد الناصر كانت واضحة. الأحزاب التي أعلنت دعمها لحمدين صباحي: حزب الدستور، حزب الكرامة، والتيار الشعبي، والتحالف الشعبي الاشتراكي. معظم أحزاب اليسار كان واضح أن هي ستتجه إلى دعم حمدين صباحي. النهاردة كان في مؤتمر لحزب الدستور أعلن فيه بشكل واضح، هعرض مع حضراتكم جزء منه بعد قليل. لكن عندنا أحزاب لم تحسم موقفها بعد، لكن ربما يكون موقفها متوقعا. المصريين الأحرار لم يعلن بشكل واضح دعمه للمشير عبد الفتاح السيسي، إلا أن هناك رؤية تقول أنه أقرب لدعم السيسي وليس حمدين. المصري الديمقراطي الاجتماعي ده حزب مهم لكنه حزب محير للجميع، هناك خلافات كبيرة داخل هذا الحزب، هناك عدد من قيادات الحزب ترى ضرورة تأييد المشير عبد الفتاح السيسي، وهناك أحزاب أخرى أو قيادات أخرى في المصري الديمقراطي الاجتماعي ترى ضرورة تأييد حمدين صباحي، وهناك اتجاه آخر يرى مقاطعة الانتخابات. إلى أين سينتصر أو إلى أين سيتجه الحزب الديمقراطي الاجتماعي ده هيبان خلال الفترة القادمة، لكن مصادر مقربة من الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب بتقول إن هم يحسموا الأمر، وربما وأنا بقول خطوط كتيرة تحت ربما يتجهون إلى دعم المشير عبد الفتاح السيسي بشكل واضح. خلينا أقول لحضراتكم طبعا في حزب مصر القوية، حزب مصر القوية في هو لم يحسم موقفه، لم يعلن بشكل واضح، هو أعلن إن هو لن يخوض سباق الرئاسة، السيد عبد المنعم مفتوح أعلن هذا الأمر، لكن من سيرشح في الانتخابات القادمة مصر القوية لم يعلن بعد.